في الذوق. شايفين قدامكم التعود؟ شياطين. أنت الشيطان! أنت الشيطان. عويسي. هلا. أنا جيت هنا عشان أعلم الجمهور وش يصير تحت البرج. تسمع؟ رايحكم اللي تسوونها
والجمهور ما يدري عنها انا افصحها هنا. واولهم انت. من انت؟ انا كاشف الاسرار. اي شيء يصير تحت البث ينقال هنا. سمعت؟ عويسي يا هلا. والصاير بينك وبين معاذ تحت البث. من؟ انت ومعاذ. معاذ الغرامة؟ نعم. ماشي صاير الا الخير. قبل امس يوم انتهى البث صار بينك وبين حدث، واريدك تفصح هنا. اي حدث؟ حدث تهوشت انت وياه وترديتوا على بعض وتزعلتوا. ممكن تعلمنا وش صار؟ ولا وش السالفه؟ ولا وش الخطا اللي حدث بينك وبينه؟ ما تتكلم لين اخلص كلامي. تفضل. سمعت؟ تفضل. ما بيني وبينه الا الخير، وش صار بيني؟ يعني ما تبي تفصح؟ وش صار بيني؟ لا، يعني ما تبي تفصح؟ لازم تعامل الجمهور كعائلة. أي شيء يصير تحت البث ينقال فوق البث. تسمع ولا لا؟ عدنا أنت وياك أبوعي. يلا ارجع. اللي تحت البث تحت البث. من ذا؟ ردوهم! كل هذا استهتار؟ تعال انت وياه. يبي لهم واحد يوقفهم عند حدهم. عويسي افصح يا عويسي. قولي اللي يصير تحت البث يا عويسي. اللي يصير تحت البث يظل تحت البث. لكن معاذ ماشي صار. ماشي صار انا وياه ما صارت بيننا اي مشاكل. عويسي قانوني. اللي ما يعترف تحمل جزاته. وانت طلع لك تسوي بشم 10 مرات. سمعت؟ نعم. سوي بشم 10 مرات هنا. اذا ما اعترفت؟ اذا ما اعترفت اساسا انت ما اعترفت. سوي البشم. طيب انا بقول لك شيء. انا بقول لك. تبي تعترف؟ اعترف. أخبرك باللي صاير بيني وبين معاذ. نعم خبرني يا عويس. صار سوء فهم. ايوه. وشيء طبيعي ان يكون في سوء فهم بين افراد العائله على البث وتحت البث. انت قاعد تلف وتدور؟ لا. قاعد تستهتر؟ لا. انت وياه يصير على البث امسكوه. اللي يصير على البث طلعوه برا. ما راح اتفاهم معك. اللي يصير على البث لانك ما تبي تتفاهم مع احد. انا بقول كلمه. ودوه. بقول كلمه. ودوه. استهتار لهالدرجه يهين لهذا الشيء؟ يهين للأحكام؟
يهين لي كاشف الاسرار. وقف عندك، جيبوا لي اللي مسوي نفس امبراطور، جيبوه خلاص القحطاني. خلوه يمشي من حاله، عطى حصى. وعليكم السلام. انت الامبراطور؟ سام؟ انت الامبراطور؟ ايه. اهلا وسهلا. سلام. تعرف يا مستدعيني؟ ومن انت؟ مالك دخل. شو بغيت؟ مالك دخل. انا كاشف الاسرار. هذه قريتي. ضحكتني. انا محب للجمهور. ها؟ هو شخص من الجمهور. على عيني وراسي. جاي اكشف اللي يصير تحت البث، اللي انتم تسوونه من ورا جمهوركم الى درجة انه يقل من احترامهم. خلف القحطاني. انت يا خلف تقدر تعلمنا وش يصير بعد ما ينتهي البث؟ اللي يصير بعد ما ينتهي البث ما له لزوم يطلع على البث. ضحكتني. اللي يصير تحت البث ينتهي البث. هذا جمهورنا، عائلتنا. انت يا خالف القحطاني بعد انتهاء كل بث تختفي. وين تروح يا ترى؟ وش فيك قمت تتبسم؟ لاني قلت الحقيقة. غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. يوم اكلمك تعايني يا امبراطور. يعني ما ودك اللي قال لك الحقائق هذه يكذب. ما ودك تعترف من الاخير؟ ما هو صحيح. جيبوا لي الخبز اللي معه. من مسوي ذا الخبزة؟ وليد. وليد البحيح؟ ونعم. ها؟ أقول ونعم. استاذ من تجيب السوالف؟ خلي علمك. أنا عايش معكم هنا. ها؟ وأدري وش تسوون تحت البث. لأني كنت محب لكم. ويوم دريت؟ لا زلت محب لكم. بس يا خلف انت بعد ما ينتهي البث تختفي. اعترف وين تروح. اهوجس اكتب لي قصايد. هذا تبريرك؟ نعم. ودوه. Ha!
جيبوا لي أسامة بن حمزة. مسويين عندهم أسرار يحطونها على الجمهور، ما يمشي عندهم. الجمهور عالي، اللي تحت البث يطلع البث. وعليكم السلام. سام، أسامة بن عوضة. سام، أسامة بن عوضة. يا هلا وسهلا. أنت شخص ضحكني والله. اسكت. أسامة بن عوضة، تعب معك جمهورك وأهلك وعطوك حصانة، وبعد ما عطوك إياها الجزء اللي ترد لهم تروح تنام؟ ولا انت شايف ان النوم هذا رياليتي؟ ايه صح، نسيت النوم سلطان، يشغلك الجوال وتسهر بالصباح وتنام الليل، صح ولا لا؟ من اللي يقولون معي جوال؟ المصادر تقول ان معك جوال. في اثبات؟ الاثبات كاشف الاسرار. سم، الاثبات كاشف الاسرار. روني الاثبات يا كاشف الاسرار. اقول أسامة بن عوضة. سام، اعترف. سام، اعترف. وش؟ إن معك جوال. ما معي جوال. ما تعترف؟ ما معي جوال. لو معي يعني جوال ننتقل إلى الأحكام؟ شو أحكامه بعد؟ لو معي جوال علمتك يا أخي. طلع واحدة أعطني إياها. واحدة منها. اللي يجيك يجيك. هذا حظك ونصيبك. سام، وقف هناك ونزل المايك وتعال. نزل المايك عليه بسرعة انت وياه. انزل غترة بعد. نزل المايك والصدرية والغترة. ضحكوني. لا تجلسونه، لد وراك، قف وراك، لد وراك. غط عيونه، وقف هنا وغط عيونه. خلاص تعالوا أسامة، خذوه ودوه برا في البرد. ما هذا بي ناس تخفي عن الجمهور الاشياء اللي تصير تحت البث. مسوي ما تعترف. جمهورك من اهلك. يقولي موسى الفيفي. ناس تلعب، أما الضحك
وين موسى الفالبي؟ هلا والله موسى الفالبي، هلا والله. هلا فيك، السلام عليك. كيف الحال؟ السلام عليك. طيب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. طيب؟ الحمد لله. اسمع، وش معك؟ فروة تحت البث. اها، تحت الباب، تحت الباب. أصلي وأنا موسى، اكتشفنا إن معك جوال بلاك بيري. صدق هذا الشيء ولا لا؟ غير صحيح. ممكن تعطيني البيبي حقك؟ إيش؟ معك جوال 24 ساعة بلاك بيري، تعترف أو لا؟ غير صحيح. طلع اللي موجود. أبيك بسرعة تعطيني سر ما حد يعرفه في الحياة غيرك أنت. في الحياة؟ نعم. بسرعة. صادق. طلعوه. اصبر اصبر. ناس ما تعرف. شيلوه. اصبر. بعلمك. اصبر. خلينا. طلعوه. اصبر. ناس مستهترة. جروه. بعلمك. بعلمك. باقي واحد. باقي واحد. أكلمك أنا. مسوين ما يعترفون. ولكن أنا دوما مع الجمهور وأخبرهم باللي يسويه نجمهم تحت البث. يوما ما سوف يعرف الجمهور ما يخفيه نجمهم تحت البث. ها 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 ها.
هيا بنا